يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واخشوه، وذروا ما بقي لكم، واتركوا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم قبل تحريم الربا، إن كنتم مؤمنين بالله حقا وصدقا قولا وعملا. فإن لم ترتدعوا عما نهاكم الله عنه، ولم تقبلوا نصيحته، ولم تتركوا الربا، وأخذتم منه شيئا بعد نهيكم عنه، فأذنوا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، والله عز وجل قد يمهل الظالم ولا يهمله، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. قال البعض: المراد هو المبالغة في التهديد دون الحرب. وقال آخرون: حرب الله النار، وحرب رسوله السيف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. ولك أن تتخيل من يحارب آكل الربا، ذاك الضعيف العاجز البائس، إنه يحارب الله ورسوله. فإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أكل الربا، فلكم أن تأخذوا رؤوس أموالكم دون زيادة أو نقصان. وكن على يقين، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تظلمون أحدا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم بأكل الربا، ولا يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم وبنقص رؤوس أموالكم. فصارع المؤمنون وقالوا: بل نتوب إلى الله، فلا يدان لنا بحرب الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.